لو قال قائل إنه من باب حسن الظن بالله إذا قلت إن الله سيكرمني أو سينجحني مثلا لا تقل إن شاء الله. هذا الأمر لا أظن أن له سلفا إلا في حالة واحدة، هي إذا كان المسلمون في كرب وكان هذا القول تشجيعا لقلوبهم ودفعا لهم فلا بأس من قطع الكلام، لأن إذا حمل على الاستثناء ربما فهم منه معنى غير حميد. وورد ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما حث المسلمين على قتال التتار، فلما ذكروه بقوتهم وعددهم قال إن قاتلتموهم هزمتموهم، فقالوا له قل إن شاء الله، قال والله لا أقولها وإنما أقول ذلك عزيمة. يبقى شيخ الإسلام قال ذلك ليشجع من المسلمين ويقوي قلوبهم على قتال التتر، تقولهم إن قاتلتموهم هتهزموه، طب قول إن شاء الله، يقولهم لا تهزموهم قطعا، يبقى المسلمين إيه يتشجعوا. لكن لو قالهم إن شاء الله ممكن يفهموا برضك إن ممكن ينتصروا ممكن إيه يتهزموا، فأراد أن يشجعهم على ذلك، فهذا وجه حسن والله تعالى أعلى وأعلم.